إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شقة عندها جوج واجهات فيها 123 متر في الشهادات الملكية إير بليس كارت. عندك مسعد بسنسور عندك مولاي الرخام دار تبارك الله ما شاء الله دار كبيرة على بركة الله. إخوان هذه الدخلة هي الشقة هي هذه الناس متبعين العقار ديال مدينة حتسوان. هاد الشقة قريبة جميع المرافق عندك المسجد مدارس عمومية عندك كل شيء عندك. هذه الدخلة ديال الشقة الكاتريام وعندك لاسانسور وعندك مولية الرخام وعندك ثلاثة الغرفات والصالون جوج حمامات والسيجور وعندك جوج واجهات. غندوزو على اليمين عندنا لاصون دو بال عندك مولية الرخام عندك الباسك هنا قدام الدوش عندك واحد السبيراسيون هي ديال الدوش معزول على التواليت. عندك جوج ألوان في الدوش ديال الجليش غادي نمشيو للصالون تبارك الله ما شاء الله. شوف مولاي الرخام شوف تبارك الله وعشرين متر في الشهادات الملكية تمام كتبقى في 80 مليون قابل للتفاوض. وعندك لاسانسور في السونتر فيل ديال مدينة حتسوان تبارك الله بروميير دوزيام تبع الله يسخر الموالم. بقات عندنا التروازيام ايطاج والكاتريام. عندك مولاي سيجور عندك الغرفة الأولى والغرفة الثانية وعندك لاكويزين. دخل الغرفة الأولى عندك بلاكار ما شاء الله يا مقاويل. دخل المولاي واحد الغرفة اللي جات في الشوكة واللي عندها جوج شراجة وعندك إطلالة على المسجد حداك الخضار حداك بيم حداك كل شيء فورماسيان كل شيء حداك المدارس عمومية بريفي. هذه هي الهوض كاع عندنا حد السؤال يعني تبارك الله. عندك النبغة تحط شي ديكورات عندك الشرجم عطاك شوف الشقة ما عندي ما نقول واخذ حقها في الفينيسيو ولا في الخدمة
مولاها وقف على بيدو الله يعطيه الصحة، بالنسبة للعود شي حاجة كاليتي، عندك لاسيرفون كاميرا لك وزير اللي جات كبيرة تبارك الله ما شاء الله. كوزينة مجهزة بلاكارات، عندك الرخامة النوار، عندك كاسري، عندك بلاصة ثلاجة، ماشينا لافي، تبارك الله ما شاء الله. اجي غادي نمشيو دابا للغرفة ديال النوم. شوف مولي الرخام، شوف بالنسبة للدار مشمشة تبارك الله 100%. عندك جوج واجهات 123 مترو، الثمن كتبقى في 80 مليون، قابل للتفاوض. وعندك مولاي للسانسور. غادي ندخلو الغرفة الثالثة، تبارك الله الغرفة كبيرة ما شاء الله. أنت مولاي البلاكار، ستاسيون التلفازة، عندك الشارجر بجوج مترو، عندك الصباغ ديال الخيال، عندك مولاي الرخام داخل مثل الغرفة. ندخل الدوش، عندك مولاي جوج الوان ديال الجليج تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك وزد في ذلك. اخوان اخواتي، اتمنى لكم التوفيق، الله يسخر الجميع. اللي بغى يتواصل معايا مرحبا، الف مرحبا، 0662-08-12. عناكم الله، والله يعاونكم، الله يسخر الجميع.